الدنيا حلمي ذن واعتجر بالمسكين واحد مال ورفعوه شان واحد صبر طول عوين دار الدنيا ملك الرحمن يحكم خلقوك تحني سير الخطوة وانت ما كان الباب الرحمة في روح الدين دار الدنيا ملك الرحمن يحكم خلقوك تحني بدنا اليوم تحت الرعاية الثانية لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم كانت ديال داء السكان فيها حملات حسيسية وفيها فيها دي كونسلتاسيون يشوفوا الناس طبيب وكيشوفوا الناس تيتعبوا لهم السكر وكيتعطى لهم الدواء وكان خطبوا حنايا الشراكة مع وزارة الصحة وبشراكة مع مختبرات ديال البيير مختبر ديال لابروفون اللي كيعاونونا بزاف وكي بالدعم من ناحية الأدوية هاد دابا الحملة اللي درناها جات فواحد الإطار ديال لو بروغرام اللي كان برنامج اللي كان دايرينو من قبل وهذا البرنامج حنا ما بغيناش نغيرو قلنا فدنا باش نخليو العادات واخا جات شي شويه في واحد الوقت واحد الظرف شويه سنسيبل ولكن قلنا درناها هي كانت بروغرامي على فونس غادي نخليوها وهكا مشات الامور عندنا ان شاء الله من بعد غادي نديروا حملات اخرى من بعد لو موا دو جوان من بعد الانتخابات غادي نديروا حملات اخرى وغادي نديروا قافلات اخرى على ود المؤسسه كيف ما كتعرفوا كتهتم بالصحه ديال الطفل والمراه في العالم القروي حال الدنيا حال الميزان واعتجر بالمسكين واحد مال ورفعو فشان واحد صبر طول عوين دار الدنيا ملك الرحمن يحكم خلقو بتحني سير الخطوة وانت ما كان الباب الرحمة في روح الدين بالنسبه للحالات اللي كنشوفوا دابا كاين مرض السكري اللي كثير بزاف هو النوع الثاني هو اللي كيعطي المشاكل ديال القلب الدرجه الاولى امتداد الشرايين ديال القلب الشرايين ديال الدماغ وطريقه حل المضاعفات الكليه والارجل العيون الى اخره وكذلك النوع الاول اللي هو كاين عند الدراري الكبار مش نشاط صباحي الله شنو واحد 3 و4 ديال الدراري اللي كبار حتى هما عندهم نفس المضاعفات وخا مختلفين مع النوع الثاني يعني انه كاين واحد شويه تشتيت في الخطوره ديال هذا المرض هذا لانه لم تصل واحد الطريقه كبيره و كيخصو واحد ريبريزون شارج يعني واحد تكلفوا به حتى سميتو تسمى هذا المريض هذا يعاون هو راسو نعاون حتى حنا بطبيعه الحال شي دوره تمشي يكون عليه لان الجمعيات تلعب واحد الدور كبير سواء الجمعيات ديال السكري او الجمعيات ديال التنميه او الجمعيات يعني هذا هو اللي خصني تدار لان الناس خصني تكون نفس الجهود باش يحاولوا الدكتور شحال المريض نقدروا العدد دابا في المغرب ديال المصابين بالسكري ما نقدرش نقول لك لان احصائيات تقريبا النسب اللي كان الوزاره النسب اللي النسب اللي معطيه تقريبا 4% ولكن ما كايناش واحد الاحصائيه اللي هي ما كاين احصائيات الطلبات والتنبيضات المدن وتنتمناو باش تكون ان شاء الله احصائيات يعني لو كاين نسبه والنسبه غادي مرشحه للارتفاع مرشحه للارتفاع حال الدنيا حال الميزان
واحد تاجر بان مسكين واحد مال ورفعو فشان واحد صبر طول عوين دار الدنيا منك الرحمن يحكم خطوبك تاع حنين سير الخطوة وانت ما كان الباب الرحمة في حروف الدين هذه عملية ديال صحيح الوطن لدى أهل أقصد الإلكترونية صدع فينا صحيح الوطن ديال المريض يعني هذه المرحلة اللي كيدوز من المراحل اللي دازوا منها دابا كيدوزوا من مرحلة ديال التشخيص لا هذوك الناس قالوا لي جي هنايا شنو قال لك عندك شحال عندك ديال السكر دابا هي عندك شي غرام شي غرام مزيان ولا شويه صعيب قال لي عندك غرام شويه ها كتشوف مزيان دابا ها هنا لا واش كتشوف مزيان هذاك الشيء اللي دار لك الدكتور كتشوف مزيان ها